ومكملين حلقتنا معكم ليوم الخميس وبطبوطه وبالعكس باند باند بالعكس مفجرين الاستوديو انتم اليوم. يعني اخر اغنيه اللي غنيتوها اللي من تاليفكم صراحه كانت كثير حلوه. طيب قل لي سامر، حكينا من شوي على موضوع ستارت اب باند وحكينا انه في منافسه وانه انتم هلا وصلتوا للنهائيات. سؤالي لك في جزئين، الجزء الاول بدي تحكي لي عن المنافسه، كيف وضع المنافسه كان، مين في فرق يمكن انتم كمان كنتم متخوفين منها، شغله ثانيه هل انتم كنتم متوقعين توصلوا للنهائيات ولا لا؟ بالنسبه لموضوع المنافسه هلا اكيد يعني كان منافسه كثير قويه وانا كنت اصلا مشارك بستارت اب باند السنه الماضيه كان فيه كانت عباره عن منافسه قويه جدا، يعني اختلاف بين السنه الماضيه والسنه هاي كان كثير، يعني الكل كان موسيقي، يعني الكل كان مثقف موسيقيا وكثير كان المنافسه قويه جدا 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 واكيد كنا متخوفين من الكل صراحه يعني وبس الحمد لله قدرنا نعملها وقدرنا نوصل لثلاث البانز الفاينلست الفاينل على النهائي. يس طب لوين رايحين؟ لوين واصلين؟ بما انكم تعرفتوا على بعض من اسبوع الى اين هذه المسيره؟ خلاص خليكم بالاستوديو خلاص. لوين حابين توصل؟ هلا فزنا او ما فزنا والتصويت اللي راح يصير يعني اكيد ما راح يفرق بيناتنا احنا كباند، فوزنا او ما فوزنا زي ما حكيت راح نضلنا مع بعض وراح نكمل وحابين نكمل مشوارنا ونكمل لإشي احنا نالف اغاني اكثر ويصير الناس يسمعونا ويعرفونا ونطلع بحفلات اكثر واكثر. موفقين حبيبي. موفق موفق سامر. طيب يا صديقي العزيز، احنا بكرفان تعرف اغلب الناس اللي بتحضرنا هم من فئه الشباب، في ناس ممكن يكون عندهم موهبه معينه، ممكن يكون عنده موهبه تحديدا في موضوع الغناء العزف على اله معينه. بدي منك انت سامر بطبوطه تحكي ايش للناس اللي عم تحضرنا حاليا انه شو يعمل حدا الموهوب، يعني ايش الطريق اللي يسلكه؟ لا بدي احكي انه مهما كانت موهبتك صغيره او كبيره تشتغل عليها تتدرب على حالك بتصير كبيره، ما في شيء اسمه مستحيل. بامن بشيء حكى لي اياه مره استاذ موسيقى، حكى لي اياه انه التدريب يساوي معجزات. اوف فهاي صراحه هذا الشيء صار معي وانا مجرب هذا الشيء من قبل، ومهما العالم حاولت ترفضك او حاولت تحكي عنك مش حلو او مثلا احنا بنعزف شيء جديد ما ممكن العالم ما يتقبله، لا خليك مكمل بهذا الشيء واثبت للعالم انه انت قد هذا الشيء. سامر احكي على الكاميرا، احكي لنا اللي تحضرنا، التدريب يعمل المعجزات. التدريب يعمل المعجزات. الله عليك. هذا الحكي. الله عليك. يعني جد يعطيكم الف عافيه وان شاء الله من نجاح لنجاح وتكملوا بهذا الإصرار اللي عندكم والتميز اللي انتم حابين انكم تقدموه للناس وخصوصا لفئة الشباب وتوصل رسالتكم لكل العالم إن شاء الله. شرفنا بوجودكم اليوم بس معنا. حاب احكي شغلة قبل ما ننهي، في هلا التصويت مستمر والتصويت مستمر، انه بحابين العالم يدعمونا اذا حبوا الاشي اللي بنقدمه اكيد، وبلاقوا اذا بدهم حابين يصوتوا لنا بلاقوا بفوتوا على صفحة باند بالعكس وبيعرفوا كيف يصوتوا لنا. ان شاء الله صوتوا لهم، لكل حدا عم بحضرنا صوتوا لباند بالعكس. أكيد يعطيكم ألف عافية، نورتونا اليوم.